خليني ارجع مع حضرتك انا وكريم كابتن سلامه، لان انا هروح للتحكيم معلش لو تسمح لي شويه، لان التعليقات اللي كانت على موضوع التحكيم كتير كتير قوي، ومن وقت ماتش الاهلي والزمالك والناس بتتكلم هو التحكيم الاجنبي افضل ولا لا. الناس كتير او التعليقات الاكتر كانت التحكيم الاجنبي سلس ما بتلاقيش مشاكل. حصل ده تاني مع بيراميدز طبعا، والتحكيم اللي احنا شفناه الاجنبي مفيش مشاكل حصلت، مفيش حد بيعترض او يعني في ازمه، مفيش حد بيضيع الوقت. بتشوف ده لمصلحة يعني الكرة المصرية ان يبقى دايما في تحكيم اجنبي، ولا الموضوع المفروض يبقى مش كده؟ لا انا شايف ان التحكيم الاجنبي لانه بيدير بعدالة، يعني هو ما عندوش انحياز لاي من الالوان اللي موجودة. يعني انا شايف ده إنه متطلب في اي تحكيم، حتى التحكيم المصري يعني بغض النظر. اكيد طبعا، بس انا هما بيطبقوه هناك باحترافية. يعني انا ميول انا الخاص، انا حكم اجنبي، انا ماليش اي ميول لاي من الفريقين، يعني ما عنديش مشكلة خالص. وغالبا مش عارف اللعيبة حتى بالظبط، ما اعرفش اللعيبة، ما اعرفش يمكن الاندية. طبعا النادي الاهلي اسم كبير ومعظم الناس بتكون عارفاه بشكل جيد، لكن اللي جاي ده ما يهموش. يعني انا جاي انا بدير مباراه، يعني بدير عندي مواقف لعب، انا بقدر اخد فيها قرارات. لكن انا ما يهمنيش الاهلي يكسب، بيراميدز يكسب، الزمالك يكسب، انا ما عنديش مشاكل في النقطه دي. للاسف عندنا يعني عندنا بعض الحكام المصريين يعني بيميلوا شويه يعني باهوائهم، يعني بيميلوا شويه باهوائهم. ممكن مثلا يعني يلاقي مثلا فرقه مش ماشيه كويس فيحاول يجي في صفهم شويه، فرقه مثلا جمهورها شادد شويه فانا راضيهم شويه. فالحاجات دي مش في الكوره. بس ده جو قلب الام، ده ما ينفعش مع التحكيم. المفروض ان الحكم حيادي، كان مصري، كان اسكندراني، كان فيومي، كان نرويجي، المفروض الحياديه تبقى حاضره. احنا الشعب المصري عاطفي بطبيعته، فده بينعكس على التحكيم. خلي بالك العاطفيه دي كمان ساعات بتخلي الواحد بيشوف حاجات ما يصحش ان هي تتشاف. يعني انت عندك لعيبه ساعات بتبرق للحكم، وفي بعض الاحيان بتلاقي رد فعل من الحكم فيه استجابه للتبريقه دي. ده ما بياكلش مع الاجانب انجاز التعبير. لا الاجنبي هو بيدير الامور، هو اصلا انت كده يعني وانت داخل المباراه اصلا رقم واحد وانت داخل المباراه انت عارف ان الراجل ده جاي حيادي 100%. طبعا فبيبقى عندك قناعه من جواك ان اي صفاره طالعه ما لهاش اي مصلحه خاصه او شخصيه. فالصفاره اللي طالعه لقرار حقيقي او لرؤيه فنيه بالنسبه للحكم، شاف انه ده محتاج فاول، ده محتاج كورنر، الكره دي ضربه جزاء، بيبدا يدي القرارات بتاعته بناء عن الرؤيه اللي شافها بدون انحياز لاي من الفريقين. فدي بتدي للاعب طمانينه شويه وامان شويه ان انا ما عنديش مشكله في الحته التحكيميه. على النقيض تماما، لما بيكون الحكم يعني مصري او وطني، انت بتلاقي دايما احنا عارفين ميوله قبل كده، عارفين هو ليه اتجاهات قبل كده، عارفين هو خسرنا مباراه قبل كده، عارفين هو ده عمل ضربه جزاء قبل كده علينا ما كانتش ضربه جزاء، او ضربات، او لغى هدف كان صحيح بالنسبه لنا، او كشر في وشي قبل كده، او انفعل عليا قبل كده. خلي بالك ده في التحكيم حاجات سلبيه، كل دي حاجات سلبيه لازم نشتغل عليها. احنا مهم جدا الحكم اللي جاي ده مش جاي يلعب مباراه وماشي، الحكم اللي جاي ده لازم احنا نستفاد منه كدروس مستفاده قدام عينينا. ده حكم صحيح. بيجي من دول متقدمه جدا في الكوره، بيدي المفروض دي محاضره عمليه للحكام المصريين، نستفاد ازاي الحكم بيبقى عنده ثبات انفعالي كمان لما اللاعب بيبقى اصل اللاعب ده تحت ضغط طول وقته، وارد ينفعل طبعا بالظبط في احتكاكات طول وقته، ومدرب طالب منه يعني مهمه معينه او مديله تكليفات معينه، وجمهور ضاغط ومنافس ضاغط ولاعبين زملاء برضه بيحاولوا ان هم في اسلوب لعب، فطول وقت اللاعب تحت ضغط. فممكن ينفعل مثلا لو انت ما لو حس ان القرار مش ظالم يعني ظالم بالنسبه له او حاجه زي كده، فممكن ينفعل. فانا رقم واحد ان انا على قد ما اقدر ان انا ما احقق العداله في على ارض الملعب، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا استوعب اللاعبين اللي موجودين دول، مش ان انا حق يعني اقصر في حقي او ان انا اجي على نفسي، لا ان انا ادي كل واحد حقه. اكيد انت لو عملت او حققت العداله في الملعب مفيش لاعب هينفعل، مفيش لاعب هيكشر، واللي هيتعدى بعد ما انت تحقق العداله اكيد عندك ان انت تقدر تدي له قرارات اداريه ككارت او انذار او كلام. ده الحاجات دي بتردع اللاعب بشكل كبير لو هو لاعب
متعدي يعني او لاعب يعني غير راضخ للقرارات يعني. فانا شايف انه لا، في قرارات كتير جدا الحكم يقدر ياخدها لو حقق العداله يعني.